الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. أيها الإخوة الكرام، لازلنا مع درس التفسير من سورة البقرة. طبعا وصلنا إلى قوله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. ثم بعد ذلك قال سبحانه وتعالى، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة خالدين فيها تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إذن إخوتي الكرام، القرآن الكريم ينبغي أن نعلم جميعا أنه دستور المسلمين جميعا، ينبغي أن يحكم حياتهم في جميع جوانبها. والمسلمون لما كانوا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان القرآن ينزل، فما كان عندهم شيء يتحاكمون إليه غير القرآن. ليس هناك شيء يتحاكمون إليه ويطبقونه في حياتهم العامة والخاصة إلا القرآن. لماذا القرآن الكريم؟ لأنه الوحي المنزل من عند الله، والوحي المنزل من عند الله منزه عن الخطأ وعن التأخير والتقديم، منزه عن الهوى، منزه عن كل نقص، لأن الوحي كامل متكامل. لماذا كامل متكامل؟ لأنه نزل من عند الكامل وهو الله، فكمالات الله عز وجل لا تحد، ليس لها حد، كماله سبحانه وتعالى ليس له حد. ولذلك قرآنه ووحيه سبحانه وتعالى كله كامل، ولا يستطيع أحد أن يأتي بمثل القرآن،
ولذلك الله عز وجل أعجز أهله في أن يأتوا بمثل القرآن أو بعشر سور منهم أو بسورة منهم، أعجز. لماذا عجزوا عن الإتيان بما في القرآن؟ لأنهم لا يستطيعون مجاراة الله عز وجل، وليسوا هم آلهة، لذلك لا يستطيع أحد أن يأتي بمثل القرآن، لأنه إذا طلبت منه أن يأتي بالقرآن كأنك طلبت منه أن يخلق خلقا. فإعجاز أو إعجاز الناس على أن يأتوا بمثل ما خلق الله إعجازهم، كذلك إعجازهم في القرآن الكريم. ولهذا القرآن الكريم هو حجة محمد صلى الله عليه وسلم، فكل نبي كان يأتي ومعه معجزة تجعل الناس يؤمنون به، كل نبي. فمثلا عيسى أو موسى عليه السلام كانت عنده العصا، هذه العصا تتحول إلى ثعبان، ثعبان عظيم. موسى خاف منه، من هذا الثعبان، لما قال له الله عز وجل ألقي عصاك، فتحولت ثعبانا عظيما. ولهذا هذه المعجزة أعجزت السحرة الذين كانوا في أيام موسى عليه السلام قد جعلوا الناس كلهم يؤمنون بهم ويجعلونهم آلهة من دون الله، فالسحرة كانت لهم قيمة وكان لهم شأن وشرف عند الناس جميعا. ولذلك هؤلاء السحرة تعنتوا ورأوا أنفسهم أنهم أحسن الناس، فجاءتهم المعجزة التي من أجلها آمن كثير من الناس. إذن هذه المعجزات التي يأتي بها الرسل تؤيده على أن يؤمن الناس به. من هذه المعجزة فأصحاب موسى وقوم موسى برئوا في السحر في الأيام التي كان فيها موسى، قومه برئوا في السحر، وصلوا إلى أوج السحر، فلا يستطيع أحد أن يجاريه أبدا. ولذلك لما رأى فرعون هذه الآية، وهي آية العصا تتحول إلى ثعبان، يعني قال هذا من جنس السحر، وحتى السحرة قالوا هذا من جنس السحر، إذا فضربوا موعدا أن يلتقوا فيه مع موسى ليظهر كل براعته وقوته في هذا اليوم، وننظر إلى من يهزم الآخر. فألقوا حبالهم وعصيهم، إذن هذه الحبال كما قال تعالى سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، جاءوا بسحر عظيم لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله. ولذلك موسى خشي وخاف، فقال الله له ألق ما في يمينك، فألقى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، الإفك والكذب، شزور وكذوب، ها؟ فبدأت تأكل كل ما يأتي أمامها ولا تنتفخ، هذه هي القضية، ولا تنتفخ
أجمل أبد هذه الحكاية كلها، وكانت تجري نحو موسى عليه السلام، فوقفت تلك أو ذلك الأبان وقف أمام الكل، وكان يصرخ ولا يندفع. وهذا ما جعل السحرة يسجدون، لأنهم هم أعلم بالسحر من غيرهم، فقالوا مع بعضهم البعض هذا ليس من السحر، فخروا سجدا لله عز وجل وآمنوا برب موسى. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، وكأن الإيمان فيه إذن، لابد أن يأذن لك، لابد أن يأذن لك طاغية في أن تؤمن. الإيمان ليس له إذن، والحمد لله الطغاة يتسلطون على كل شيء عند الإنسان، ولكن قلبه لله، قلبه لله لا يتسلط عليه أحد، لا يتسلط عليه أحد. ولذلك الإنسان يؤمن بما شاء ولا داعي، أهو مسلم أم كافر؟ إذن فهو حر في عقيدته، حر في عقيدته. كذلك هؤلاء آمنوا وأظهروا الإيمان، فلما خروا سجدا لهذه العظمة ولهذا لهذه المعجزة، يعني في عم انتهى أمره، انتهى أمره. لما آمن السحر الذين كانوا يعاونونه ويساعدونه على ملكه وكانوا يخشونه، على كل حال فالمقصود هذه المعجزة، معجزة. وهكذا كل نبي وكل رسول، كل رسول أرسله الله إلا وكانت له معجزة من المعجزات، كصالح الناقة هذه معجزة، قولي بغينا ناقة نشربوا الحليب ديالها ونشوفوا واش تقدر تجيب بها ولا لا. ولكن الكافر والمعامل كيفما كان المعامل، ولو جئته بما شاء فهو لا يريد ذلك، فهو يريد المعاندة والتعنت فقط، وهذا شأن كثير من الناس الذين لا يريدون الإيمان ولا يريدون الطريق المستقيم، لا بد أن يدخل لك من هنا ويخرج من هنا وهكذا تعنت. رأوا بأعينهم أن الناقة خرجت من الجبل، من الجبل انفتحت صخور الجبل فخرجت الناقة، آية من آيات الله، معجزة من معجزات الله لكي يؤمن. ولكن فما آمن معه إلا قليل. وهكذا وإن لم تذكر قصص الرسل الآخرين وأنه لهم معجزات، فلا يعني ذلك أن الله لم يرسل أحد بمعجزات. عيسى عليه السلام بايع قومه في ماذا؟ في الطب، بايع قومه في الطب، فكانوا يداوون كل مرض، يعني كان عندهم طب شعجة كبيرة والأطباء موجودين عندهم، لكن عجزوا عن إبراء الأكمة والأبرص، عجزوا باش يداولوا البرص وباش يداولوا الإنسان الأعمى، هذا عجز. إذن عيسى عليه السلام أيده الله بمعجزات، منها أنه يصنع الطيرة من
التراب، من الماء والتراب، فيعجنه ثم يصنع منه الطير فينفخ فيه فإذا هو طائر بإذن الله. طائر فتيخ يجيه سبحان الله. الشيء جزء من يخرج عقيل بيه يخرج بيه. إذن وكان عيسى لما جاء يعني أعجزهم أمره، فكان يمرر يديه على جلد الأبرص فيبرأ، فيعطيه الله جلدا أحسن مما كان عنده. سبحان الله سبحان الله. لكي يؤمن أولئك القوم، لكي يؤمن أولئك القوم بهذه المعجزة التي لم يأتي بها أحد غير عيسى عليه السلام، ما كانش. إذن من العجين ديال التراب تصبح طير ينفخ فيه فإذا هو طائر. ما كانش شوية كاين دروكا ياك الناس تقدموا والتقنيات التكنولوجيا وغير ذلك من الامور، هل يقدر يديروا شي طائر بحال هكا ويجي طير بحال هذاك الطير كياكل ويشرب ويبيت وكل شيء؟ ماشي ديال الحجره فرتك قادر يخرج، لا تياكل ويشرب، ياكل ويشرب ويتزاوج ويتوالد. أين أنتم من معجزة عيسى في عصركم الحاضر الذي تقولون بأنكم وصلتم إلى ما وصلتم إليه؟ عيسى عليه السلام. ثم الأكمام ولما ما تشوش تمرر يدي على عينيه وتسمح تشوش زمان ومعه تيقودو كيما غيمشي تيقودو يمشي، لكن دروك ولا بعينيه تيمشي الراس معجزة. آمن كثير، آمن من أولئك الناس الكثير. وهذا بفضل هذه المعجزة. وكان يذهب معهم إلى المقبرة ويحيي الموتى. هذه تاني كبيرة تحت نقدر عليها في الطب، يعني هم إذا كانوا بارعين في الطب جاءهم موسى بأشياء لا يقدرون عليها أبدا وعجزوا عنها، لا يستطيعون فعلها. عجيب، يحيى الموتى بإذن الله سبحان الله. تقول لهم شكون يقتل شكون يقتل من نحييه لكم؟ قولوا لي. تقول لي شي واحد كان رأس في القبيلة مات قرون قرون، تقول لي عندنا واحد السيد يقول لي فلان وفلان وفلان كان هو سيد القبيلة كلها، مات من القرن كذا وكذا، فيقول له فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان قم بإذن الله، فيقوم ويؤمن بعيسى ويقول لهم إنه رسول الله، ثم يرجع. ومع ذلك شوفوا الآيات. إذن ما من رسول إلا وأرسل الله معه المعجزة ليؤمن بها، ليؤمن على هذه المعجزة الناس. فعيسى أعطاه الله أربع معجزات: إحياء الطير
وإحياء الموتى وإبراء الأكمام والأرض. الشمس يمشي. وموسى في عصاه وفي يديه كان يخرج يده فإذا هي بيضاء تتلألأ لا كالبياض وماشي بحال الباص. ماشي بحال الباص ليس فيها أدب. سبحان الله يخرج وهكذا وتظهر وتتلألأ بياضا وليس هذا البياض كبياض الباص أبدا. إذا هذه المعجزات كلها اختزلت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابه الذي جاء به وهو القرآن الكريم. وليس هذه المعجزة التي عنده صلى الله عليه وسلم بل هناك معجزات. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه الله هذا القرآن الكريم معجزة أعجز العرب. علاش؟ لأن قومه بيعوا في الفصاحة والبلاغة وفي اللغة العربية وكانوا لهم أسواق يتبارون فيها بالشعر والنثر. الشعر والنثر يتبارون وتعطى الجوائز من أجل ذلك. لكن جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام العظيم من ربه الكريم فأعجزهم. ظنوا أنهم لن يغلبوا فإذا بهم غلبوا. لما طلبوا بالقرآن أو بعشر سور منهم أو بسورة منهم لما طلبوا بذلك لم يستطيعوا أن يأتوا بشيء من ذلك فعجزوا. ولكن للرسول صلى الله عليه وسلم معجزات أخرى وهي نبع الماء من بين أصابعه. كانوا في غزوة فاحتاجوا إلى الماء للشرب والوضوء فلم يكن عندهم شيء لا ماء ولا شيء. فمرت مشركة عندها حل دبلال عندنا معمره بنا وقال الرسول صلى الله عليه وسلم قال الصحابة طلبوا منا شو جماعة شو جماعة شو جماعة شو جماعة داروا فحل إناء فأدخل الرسول صلى الله عليه وسلم أصابعه. يقول أنس فرأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله فشربنا وتوضأنا وتزودنا من الماء وكنا 500 رجل. 500 رجل شنو يشجع فترة رجعت كلهم 500 رجل ها؟ سبحان وكل وقال هذه المرأة المشركة واعلم هذا ماء هذا الماء ديال واعلم أننا لم نرزق من مائك شيئا يعني ما خبرك حتى حاجة. ها هو ها هو هذيك المرأة اللي أعطتهم. ومن هنا قالوا المشرك لا ينجس حسا وإنما نجاسته معنوية. ايش قال تعالى الآية إن المشركين نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا. يعني ما خصوش بقية المسجد الحرام. نجاستهم معنوية ليست في يدهم أو ثيابهم. هذا فكرة من هذا المزاد. يعني المزاد
بأنها مشركة، لأنك أنت تلمس الماء تتعمق ولا تدير تسلاه إليها تلمس لعينها. ومع ذلك من ثم كل ذي يقول نجس، لا نجس حسي، لا نجس هنا عقدت لفاسد إن المشركين نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعدها. صح. إذا الشيء أن هذه معجزة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا من معجزاته صلى الله عليه وسلم أن الحصى سبح في يديه. الحصى يعني داك الشيء ديال الرمل، الزرار الرقيق، الزرار الرقيق شد الرسول صلى الله عليه وسلم بحال هكا، وبدأ ذلك يسبح بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك من معجزاته الكثيرة صلى الله عليه وسلم أنه تعرض عليه الصحابة وتجيب للصحابة كلهم وذلك الحلحة يا رسول الله ليه نشوف بعض يعني أراد القرآن وتيجي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وتيجي وتشوف الشيء جاب الرسول صلى الله عليه وسلم والناس كلهم بياكلوا وتيبقى كأن شيء لن ينقص. لكن أم المعجزات القرآن الكريم، أم المعجزات والقرآن الكريم. إذا إخوتي الكرام إحنا رجعنا هالشيء لقوله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من ذكره وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين في دعواكم. شوفوا اللي يدعون معكم من الفصحاء لا في الإنس ولا في الجن. يعني في الأخير أن هذه معجزة لا يستطيعون أن بحال معجزة الخلق. قال الله تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. بشر من البشرى، من البشرى وسميت بشرى لأن أي إنسان بشرته بخير يظهر ذلك على بشرة وجهه، على بشرة وجهه يظهر السرور ولا يستطيع كتمانه. والبشرى لا تأتي إلا في الأخبار التي فيها سرور، وإذا جاءت في غير ذلك تأتي مقيدة. بشر المنافقين أن لهم عذابا أليما. بشر المنافقين مقيدة المنافق بشر، وهذا يعني أسلوب يقال لمثل هؤلاء المعتدين الكاذبين، لأنهم كانوا يتعاملون فيما بينهم وأنهم هم الأحسن وهم الأفضل، لذلك بشرهم الله تعالى بهذا. إذن البشرى تكون في السرور ولا تكون في غيره إلا مقيدة. قال الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا إله إلا الله. شوف جمع لنا الله تعالى ما بين الإيمان والعمل الصالح. إيمان والعمل ماشي أي عمل، لكن هذا عمل موصوف بالصلاح. هذا هو
هذا هو الإيمان الذي يؤدي إلى الجنة. إيمان مع عمل مع صلاح. بعض الناس اللي هما تتحاورهم وتقول لهم خصك تصلي وخصك تعبد الله وخصك تتقي الله وخصك كذا، كيقول لك الإيمان في القلب. ها؟ الإيمان في القلب. أكيد. كيقول لك أسيدي الإيمان في القلب. إيوا الكفر فين؟ الكفر تاهو في القلب. على فلاك في رجلي الكفر تاهو في القلب. ولكن انتبهوا معي، يقولون الإناء بما فيه ينضح، يعني يرشح. الإناء اللي كان ديك الساعة هو وربك الإناء بحال القلة مثلا، القلة فيها الزيت تترشح الزيت، فيها السمن تترشح السمن، فيها الماء تترشح الماء، داك الشيء اللي في قلبك تيظهر عليك، داك الشيء اللي في قلبك تيظهر عليك. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد. ألا وهي إذن ذاك الشيء فيك في الإيمان تدير العمل الصالح، في الإيمان تدير العمل الصالح. هذا هو يعني تظهر عليك، هذا هو يعني ماشي الإيمان مخبي، لا تبان عليك هذا الإيمان يظهر عليك وعلى جوارحك. لا بد، هذا هو الإيمان. عندك الكفر يظهر عليك، عندك النفاق يظهر عليك. ولهذا جاء في بعض الأحاديث ما من أحد يكون في قلبه شيء إلا ويظهر عليه، إن خير فخير وإن شر فشر. شيء خير ليه في قلبك؟ راه غادي يبان في الظاهر، لا بدي يبان. إذا كان خير خير، ولا كان شر شر. كما قال عثمان رضي الله عنه ما من أحد يختم شيئا إلا ألبسه الله ذلك الشيء فيظهر على قسمات وجهه وفلتات لسانه. فلتات ديال لسانه فيظهر كيبان الفلتات ديال لسانه. ولهذا المنافقين قال لي الله تعالى قال الرسول ولتعرفنهم في لحن القول، يعني المنافق تيتخبى تلاقي وجه يهضر مع الرسول شي هضره تيبان الرسول بلي هذا راه منافق، تيبان النفاق. اذا اخوتي الكرام العمل لابد ان يكون صالحا. اشنو الصلاح؟ علماء السنة يقولوا الصلاح هو أن يكون لهذا العمل شرطان، الشرط الأول أن يكون مشروعا في الكتاب أو في السنة، الشرط الثاني أن يكون خالصا لله، لا تريد بذلك العمل إلا وجه الله يقبل منك. ولهذا أصحاب الإيمان والعمل الصالح ينصرهم الله عز وجل. أصحاب الإيمان يعني التوحيد الحقيقي،
الذي لا يلتفت فيه الإنسان إلى شخص، إلى شخص يعرف إلى ربه في كل شيء، حتى إذا تعاون معه شخص في شيء يرد ذلك لله. هو الذي سخر له ذلك الشخص وتوليه ذلك العطاء منه. فهؤلاء ينصرهم الله، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، في الحياة الدنيا. الله تعالى ينصر هذا الناس في الحياة الدنيا. ويوم يقوم الأشهاد حجتهم بالغة، وكل من ظلمهم أو اعتدى عليهم أو ينصرهم الله عليهم في الدنيا وفي الآخرة. ألم يقل الله تعالى، هذا جزء من الإيمان ومن العمل الصالح، إن تنصر الله ينصره، زيد ويثبت أقدامه. المؤمنين الموحدين العاملين للصالحات، يثبت الله أقدامهم وينصره على غيرهم إذا كانوا كذلك. ماشي تدي الريح من هنا ولا هنا، لا، ثبت على ذلك الشيء ويثبت أقدامهم. علاش؟ لأنك أنت مؤمن حقيقي، ماشي جديد تدعي ذلك الشيء، تتصنع، تدير رياء ذلك الشيء، لا، ذلك الشيء تديره تلقائي، أعطاه لك الله وتديره. ولهذا كان سر الله عز وجل، إن تنصر الله ينصرك ويثبت أقدامك. هذه وإن قيلت في الحرب المؤمنين مع أعدائه يثبت الله أقدامهم وينصرهم. الله عز وجل قد ينصر المؤمنين بالملائكة. لماذا اختارك أنت الله أو اختار هذه المجموعة من المسلمين فأنزل الملائكة تقاتل معهم وتحارب معهم؟ أليس لصدقهم؟ أليس لتوحيدهم؟ أليس لعملهم الصالح؟ وهكذا سمعنا عنهم وهكذا قرأنا عنهم، فهم لا يعلمون إلا الله في كل شيء. الإنسان لا يأكل ولا يشرب ولا يعرف أي شيء مع الله. يعني ثيابه موقعة ممزقة، لا يأكل إلا، قد لا يأكل يوما كله، وهو ثابت على إيمانه، ثابت على إيمانه وعلى عمله الصالح، ويجتهد فيه دوما وأبدا. وهذا ابتلاء من الله عز وجل، ويصبر له، يصبر بهذا الابتلاء. لا إله إلا الله، تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. يعني كلما جاءت ثمرة من ثمار بالثأر، من ثمار جاءت لأهل الجنة قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، يعني ما في الدنيا، وأتوا به متشابها، متشابه في اللون، التفاح والتفاح، الموز هو الموز، الرمان هو الرمان، ولكن يختلفون في الطعوم، في الطعم. طعم التفاح ديال الدنيا ليس هو طعم التفاح ديال الآخرة، لا أبدا، غير كل الوقت، طعم عجيب ولذيذ ليس فيما في الجنة من طعام
ليس فيها ما يشبه ما في الدنيا إلا في الألوان، الألوان فقط، وإلا طعم الطعم مختلف تماما. ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. شوف الشيء، أزواج مطهرة من الحيض ومن الغائط ومن البول ومن النخامة ومن البزاق. ما فيهاش شيء، ما فيهاش شيء. في نساء الآخرة، وأصحاب الجنة قال لهم الله عز وجل: إن لكم أن تشبوا ولا تهرموا، وإن لكم أن تصحوا ولا تسقموا، وإن لكم أن تحيون ولا تموتون. تيجيش وش تبقى فيه إلا في الجنة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب. إذن ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. الخلود الأبدي المستمر مع هذه النعم والفواكه وكل ما يشتهيه الإنسان يأتيه، هذا كله خير من الله ونعمة من الله. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لصوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا والآخرة. الصوت باش نضربوا للغال والحمار والغدال، صوت في متر ونص مربع، أحسن من الدنيا وما فيها. علاش حسن الدنيا وما فيها؟ لأنه هذا مكان، هذا الصوت فيه الخلود والدواء والاستمرار، ما كاين لا مرض ولا موت ولا أي شيء يعكر عليك صفو الحياة، ما كاين لا حزن ولا غم. أما الدنيا كلها لو ملكتها لا بد لك من الموت، وكل نعيم بعده الموت فليس بنعيم، فليس بنعيم. ثم المرض، ثم الأحزان، ثم إذا أعطونا الإخوان والمسكين الحمد لله تعالى.